يحدثونك عن المرأة عن حقيقة أوضاعها، هي إنسانة لم تحصل بعد على حقها، هي والرجل نصفان تكمله ويكملها، لم تقدر حق التقدير بين أهلها، تستحيل الحياة أبدا بدونه وبدونها. فماذا، لماذا العمل على انحطاط المرأة؟ لماذا العمل على انحطاط قدر المرأة؟ المرأة هي نصف المجتمع، المرأة تنجب لنا النصف الآخر، إذن فهي المجتمع بأكمله. المرأة هي أمي وأمك، هي خالتي وخالتك، هي عمتي وعمتك، هي أختي وأختك. المرأة هي خديجة رضي الله عنها التي آوى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاءها من الغار يقول لها دثريني دثريني، يقول لها زمليني زمليني. المرأة هي المجتمع بأسره. مكانة المرأة في الإسلام، هذا هو موضوع حلقتنا اليوم إن شاء الله. هنتكلم عن المرأة ومكانتها في الإسلام والمرأة قبل الإسلام. خلوني الأول أرحب بالمشايخ. معانا فضيلة الشيخ السيد البرديني، مرحبا فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا. فضيلة الشيخ أيمن المصري، مرحبا. أهلا بك أستاذ أحمد، وأهلا بمشاهدينا الكرام في كل مكان. خلوني أبدأ الأول، اسمحوا لي بفضيلة الشيخ السيد البرديني. فضيلة الشيخ، كيف كانت المرأة قبل الإسلام؟ المرأة بداية إن صلحت صلح المجتمع، وإن فسدت فسد المجتمع. والمرأة لا يكرمها إلا كريم عاقل، ولا ينكر فضلها وقدرها إلا لئيم جاهل. المرأة ما عرف قدرها إلا الإسلام، وما رفع شأنها إلا الإسلام. إذا أردنا أن نتعرف على المرأة فلا بد وأن نرجع إلى الوراء قليلا لنتعرف على المرأة قبل الإسلام، كيف كان حالها في الحضارات القديمة وفي الجاهلية. كانت المرأة مهملة تماما وفي ظلم شديد. المرأة على سبيل المثال للحصر، قبل الإسلام في الحضارة الإغريقية كانوا يقولون عن المرأة ويصفونها بأنها شجرة مسمومة وأنها رجس من عمل الشيطان. وفي الحضارة الهندية يقولون إن المرأة أسوأ من الموت، وأسوأ من النار، وأسوأ من الأفاعي. النار تحرق وتهلك، والعقرب أو الأفعى تلدغ ويصير العبد بعدها قد يموت بعدها. هي عندهم أسوأ من الموت، وأسوأ من النار، وأسوأ من الأفاعي. وعند اليهود المرأة يقولون إنها لعنة. أما في الجاهلية قبل الإسلام فحدث ولا حرج. المرأة إذا بشر الرجل بالأنثى كان يسود وجهه، إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. كانت تدفن المرأة حية قبل الإسلام. المرأة لا ترث قبل الإسلام، ولكن تورث كالمتاع أو أقل. المرأة قبل الإسلام ترمى بالزنا دون بينة ودون عقاب لمن يرمي المرأة. المرأة كان لا صداقة لها، كانت تنكح أنكحة باطلة وفاسدة كنكاح الرهط ونكاح الاستبضاع والتحليل وما شابه ذلك. فالمرأة في الجاهلية أوسي إليها إساءة عظيمة، وما كرمها وما رفع شأنها غير الإسلام. المرأة ما كرمها إلا الإسلام. بالأمس الصحيح توأد حية بعد ولادتها، جالبة للعار لذكور أسرتها وقبيلتها، لا يذكر في أي مجمع اسمها، فالزوج بالاسم أبدا لا يناديها. حاشاك، حاشاك تقرن بالمرأة عند، حاشاك تقرن بالمرأة عند ذكرها، كأن اسمها نجاسة لا يليق تلفظها، فويل لمن لا يتذكر ما عانت في تاريخها. شيخ أيمن، المرأة في الوقت الحاضر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ما شاء الله عليكم بداية قوية،
طبعا الشيخ فضيله الشيخ سيد برديني اللي كنا محرومين منه اكتر من لقاء، والحمد لله قد عاد الينا اليوم. وان شاء الله يعني ما شاء الله موضوع جميل جدا، مكانه المراه في الاسلام. وسؤالك اجمل، كيف حال المراه الان؟ المراه الان عندما بعدت عن دينها وبقت بعيده كل البعد عن تعاليم الاسلام، اصبح حالها لا يسر عدوا ولا حبيبا. اصبح الان حال المراه صعب، المشاكل كترت، الطلاق كثر، كثر الطلاق وكثر كثرت المشاكل في البيوت. اصبحنا الان بنعاني من ازمه حقيقيه، ازمه اخلاق للمراه مع ربها ومع سنه نبيها، وفي عدم اتباع يعني امهات المؤمنين والصحابيات. اصبحنا الان يعني نرى العجب العجاب. شوف دلوقتي حال المراه ايه. هل دلوقتي المراه الشيخ احمد لما جوزها كده يجي يخرج لعمل تقول له زي ما كانت حال السلفيات، اتق الله فينا ولا تطعمنا الا من حلال، فانا نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على نار الآخرة. نار الآخرة، الله. كم واحدة دلوقت لما زوجها كده بيجي يخرج يروح شغله تقول له الكلمتين دول؟ ده احنا دلوقتي بقينا نشوف حاجات غريبة. زوجها يقول لها معيش، أنا مالي، اتصرف، أنا عايز الحاجة الفلانية. طب يا ماما لما ربنا يسهل. لا أنا معرفش الكلام ده، اعمل أي حاجة وهات. قال طب انا معيش، طب هو ده امكانياتي، هي دي ده الماده اللي او المال اللي معايا. لا انا ما اعرفش. كم واحده دلوقتي بتقول للزوجه وهو خارج اتق الله فينا نادر، فانا نصبر على جوع الدنيا. ما تخافش، اللي ربنا يرزقك بيه هاتهولنا، احنا نقدر نصبر على الجوع، لكن ما نقدرش نصبر على النار، على عذاب الله يوم القيامه. هو ده الفرق. كم واحده دلوقتي بتحمد وبتشكر لزوجها؟ كم واحدة دلوقتي عندها قناعة لزوجها؟ كم واحدة دلوقتي عندها وفاء لزوجها؟ كم واحدة دلوقتي عندها حب للحياة الزوجية؟ كم واحدة دلوقتي بتصبر على إيذاء زوجها حتى لو مؤذي؟ كم واحدة دلوقتي بتحافظ على أسرار الزوجية؟ كم واحدة دلوقتي بتحافظ على بيتها؟ طب كم واحدة دلوقتي بعد الطلاق حافظت أسرار زوجها حتى وإن كان بذيء الخلق، حتى وإن كان عنده من سوء الخلق ما كان؟ كم واحدة دلوقتي بتحافظ على سر بيت الزوجية؟ شوف دلوقتي حالنا بقى عامل ازاي. كم مرة دلوقتي بتعلم، كم مرأة دلوقتي بتعلم اولادها الحب والمؤاخاة؟ كم واحدة بتقول لابنها وبنتها حب الناس، حب الجيران؟ كم واحدة بتعلم بنتها وابنها خليكي معطاء او خليك معطاء؟ شاب امه بتقول له يا ابني روح هات لنا ملح من عند الجيران اللي قصادنا. قال لها يا امي ملح، ما انا لسه جايب لي كيس امبارح بالليل، هو لحق يخلص؟ قالت له يا ابني الناس دول غلابه وفقراء ودايما بيسالوني على حاجات، فانا بطلب منهم اقل شيء عشان لما هم يجوا يطلبوا ما يستحوش مننا الله ان هم يطلبوا اي شيء. شفت بيتعلم ازاي؟ انا شفت بنشوف حاجات يعني عجيبه. سبحان الله. مثلا جاره تبعت لجارتها شوفي لي عندك كام رغيف، شوفي لي عندك مش عارف بصلتين، شوفي لي عندك ايه. تبص تلاقي الست زعلانه قوي، شوف الست بعت عايزه ايه. يا حبيبتي يا امي يا اختي يا بنتي، ديننا بيعلمنا الحب، ديننا بيعلمنا المؤاخاه، ديننا بيعلمنا ان احنا نحب بعض. شفت الست دي بتعلم ابنها ازاي؟ الست بعد وفاه زوجها هل بقت اصيله وعندها من الوفاء لزوجها؟ انت لازم تتأسى بالصحابيات والسلفيات. المرأة قديما لما كان زوجها يموت كانت بتقول له لابنه ايه؟ معلقة كده القميص بتاعه او الجلابية او ايا كان، ها كل ما يقص مصروف ابنها الصغير او كبير، انا عايز مصروف يا ماما الفلاني او عايز اجيب حاجة الفلانية، تقول له ادخل خد من قميص والدك او من جلابية والدك. حتى بعد ايه؟ بعد موت وفاته. احنا لسه عايشين في خيره يا ابني. في ست دايما كده لما بتيجي تتكلم تقولك انا بتنفس، مرة واحدة انا بتنفس بانفاس زوجي حتى بعد ما ماته، انا لسه بستنشق انفاسه. ده موجود دلوقتي؟ موجود فيه. سبحان الله. وهو ده بقى اللي احنا عايزين نرجع له.
عايزين كل ام وكل بنت وكل اخت تتاسى ونرجع لديننا ونشوف ازاي المراه تكون مكانتها في الاسلام. المراه في الاسلام الكلام عنها لا ينتهي. فضيله الشيخ السيد، بامتنا قضيه المراه في حاجه لتداولها، والكلام في شانها يقام ويقعد له للتعريف بكل واجباتها وحقوقها وما تتطلع إليه اليوم بنجاحاتها، تبهرنا يوميا بكل فخر بإنجازاتها، جديرة بالاعتراف بنضالها واجتهادها. فويل ثم ويل لمن لم يرضى بالترافع عن مكانتها. شيخ سيد، مكانة المرأة بعد الإسلام؟ الإسلام رفع شأن المرأة وأعزها وصان شرفها. إذا نظرنا إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن ما أهملها، إنما قارن المرأة بالرجل في أكثر من موضع في القرآن. ربنا جل وعلا يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، ويقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وإذا نظرنا إلى القرآن الكريم وجدنا أن ربنا جل وعلا سمى صورة بصورة النساء وصورة بصورة الطلاق. صورة الطلاق تكلمت عن المرأة: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة لآخر الآيات. وصورة النساء تكلمت عن المرأة وبدأت: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء إلى آخر الآيات. ثم تكلم ربنا عن الصداق: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، سنتكلم عنه لاحقا إن شاء الله. ثم تكلم ربنا جل وعلا في الميراث: في الجاهلية كانت المرأة لا ترث ولكن تورث كالمتاع. تكلم ربنا عن الميراث فقال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك إلى آخر الآيات. في آخر الآية ربنا جل وعلا يقول: فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. هذه فريضة الميراث الذي أنكرته الجاهلية يقره الإسلام، بل ربنا جل وعلا يقول: فريضة من الله، أمر واجب أن تورث المرأة والرجال فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. الآية التي تليها: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم ربع مما ترك، إلى آخر الآية. في النهاية ربنا يقول: وصية من الله، والله عليم حليم. يبقى الأولى فريضة من الله، إن الله كان عليما، الله عز وجل يعلم ويصلح حال العباد فشرع الميراث، وربنا عز وجل حكيم يشرع بحكمته. وفي الثانية وصية من الله، والله عليم حليم. الآية الثالثة يقول ربنا: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله. اسمع، تلك حدود الله، هذه الموارث حدود الله. ثم رغب ربنا جل وعلا في إعطاء الميراث فقال: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. يبقى اللي بينكر عادات الجاهلية ويعطي الميراث لأهله الله عز وجل يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. الثاني الذي يحرم الميراث وهي من عادات الجاهلية: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، اسمع، يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يبقى إذن الأول يدخله الجنة خالدين فيها وله ذلك الفوز العظيم، الثاني منع الميراث يدخله الله عز وجل النار. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه وروته السيدة عائشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. الإسلام هو الذي رفع قدر المرأة، إنما النساء شقائق الرجال. ويقول النبي في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. النبي يرفع شأن المرأة والإسلام يرفع شأنها ويعطيها الميراث ويكرمها، بل إن ربنا جل وعلا هو الذي حرم قتل المرأة. قلنا إن الرجل إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ فأنزل الله عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، يقتلها خشية العار وخشية الفقر، فأنزل الله:
ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وفي الآية الثانية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. أكثر من ذلك، هذه المرأة التي تدفن أخبر الإسلام هذا الرجل أنه حرم من خير كثير، حرم من الجنة، قد يدخل الجنة بسبب هذه المرأة التي يقتلها ويدفنها تحت التراب بيديه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر، قال صلى الله عليه وسلم: من كان له 3 بنات يؤدبهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. البتة يعني قطعا، كلام لا شك فيه. من كان له 3 بنات يؤدبهن يعني ربيهم على الإسلام، ويرحمهن ما يكونش قاسي إلا في بعض المواضع التربية، ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. أكثر من ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي يدفن هذا الخير الذي سيكون له سترة من النار، يقول النبي في الحديث الذي رواه الطبراني والحديث حديث صحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي قال: ليس لأحد من أمتي يعول 3 بنات أو 3 أخوات فيحسن إليهن إلا كن له سترا من النار. الله أكبر، انتقال عالية من المرأة التي تدفن، النبي ينتقل انتقال عليها، يقول: يا أيها الرجل قد ضاع منك خيرا كثيرا، حرمت الجنة، لو أنك أدبتها وربيتها ورحمتها لكان هذا سببا في إدخالك الجنة. وإذا ربى الرجل بناته 3 على هذا الدين، أكثر من ذلك الأخوات، قد يموت الأب فيترك بنات، من يرعى البنات؟ أوصى الإسلام الشاب أن يرعى هذه الأخوات التي ليست بناتا له، يرعى هذه الأخوات البنات 3 والأخوات 3، إذا عالهن كن له سترا من النار، ده فضل من الله تبارك وتعالى. أكثر من ذلك، أكثر من ذلك أن النبي ينتقل انتقالة عالية، أو ينقل هذا الرجل الذي يسود وجهه ويدفن ابنته في الجاهلية تحت التراب، النبي يبين أنه لابد أن يفرح بهذه البنت، فشرع الإسلام العقيقة بعد أن تدفن. الآن في الإسلام المرأة يأتي بشاه فيذبحها، هذه الشاه لما يذبحها يدعو لها الناس والفقراء والمساكين والأصدقاء والأحبة، يعقد حفلا. لماذا؟ لأنه بشر بالأنثى. بالأمس كان يدفنها خشية العار والفقر، واليوم يحتفل بها ويدعو الفقراء، والجميع يعني يعرف أنه رزق بفتاة. ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. استوصوا بالنساء خيرا، وفي رواية أوصيكم بالنساء خيرا. الرسول والإسلام حث الشباب وحث الذكور على المرأة وقال أوصيكم بالنساء خيرا، سمى سورة الطلاق، سمى سورة النساء، سمى سورة باسم مريم العابدة البتول عليها السلام. قرن المرأة مع الرجل، وما قال يا أيها الذين آمنوا إلا وكانت النساء داخلة في هذا النداء. المرأة فضيلة الشيخ أيمن هي خارج الأسرة والقبيلة، لا قيمة لها، زواجها بالضرورة ينحصر في عشيرتها، هي متاع يورث خارج اختياراتها، لا يحق لها بالتفرد أبدا بذاتها، فهي ملك للقبيلة مقيدة بها وجزء لا يتجزأ من تقاليدها ونظامها، فويل لمن لا يعمل على تحطيم قيودها. المرأة في المجتمع الحاضر والمعاصر وبعد تخلفها عن الإسلام، بعد تخلفها عن الإسلام ما ازدادت المرأة إلا يعني بغضا وكآبة في المعيشة وضنكا في الحياة. لا إله إلا الله. بص يا شيخ أحمد، أي بيت بعيد عن تعاليم الإسلام اعلم يقينا انه بيت مبني على التعب والشقاء. احنا ذكرنا في اللقاء الماضي يعني في اسس المرأة والنبي علمها لنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الايم حتى تستأمر، والبكر حتى تستأذن. صح. المرأة لها مكانة عالية، المرأة عندنا كالجوهرة، عشان في بعض
المناطق الأرياف أو في بعض مدن القرى بيتعاملوا مع المرأة كأنها يعني شيء كده تكملة. لا لا لا، فضيلة الشيخ سيد قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالنساء خيرا. خيرا. المرأة دي جزء من المجتمع، ديننا ما فيش دين كرم المرأة زي ما الإسلام كرمها. وشيخ سيد ذكر ده يعني كثيرا جزاه الله خيرا. فاحنا عندنا دين، البنت هتختار صح هتعيش حياة صح. ركز معايا عشان في قصص كثيرة حدثت، واحنا عندنا مشاكل الطلاق لا حصر لها. أكتر دولة إسلامية فيها نسبة طلاق هي مصر. لا إله إلا إحنا الله. عندنا إسلام في الصورة، لكن بنطبق لا. دلوقتي كل زوجة المفروض إن هي بتختار زوجها وشريك حياتها. لما تتصل عليا بنت تقول لي: يا شيخ أيمن، أنا والدي زوجني غصب عني، ليه يا ماما؟ تقول لي: أصله عنده أراضي وأصله عنده مال. فقال لي: يا بنتي، ده اللي هيسعدك وده اللي هيعملك. والله ما كملت معاه 4 شهور الا ويعني واقفه على الطلاق. ليه؟ هي مش حباه، هي مش قابله هذا الشخص. فاحنا قلنا: اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. زوجوه. لو جالك واحد صاحب دين اوعى ترفضه، حتى لو فقير. الغني واللي معاه مال دوت ممكن ما يكونش عنده دين ولا خلق، هيهين بنتك، هيذل بنتك، هيكسر نفس بنتك. لكن لما يجي لها واحد صاحب دين وخلق، يقينا: انت صليتي يا حبيبتي، انت سبحت النهارده يا حبيبتي، عملت وردك النهارده يا حبيبتي، انت النهارده قرات القران، طب سبحتي كم مره؟ احنا في بعض الناس كنا بص نسمع كده عن السلف الصالح يسبح على ايد زوجته وهي تسبح على ايديه. الجمال والحلاوه، بياخد بايديها للجنه وهي تاخد بايده للجنه. فاحنا هو ده اللي احنا عايزينه، اختاري صح عشان ربنا يكرمك. لان الزوج ده ممكن يهينك، ممكن يخليكي بدل ما يعني تقتربي من الله يخليكي بعيده كل البعد عن الله. بدل ما يقول لك البسي الحجاب واحتشمي وخلي لبسك واسع، ممكن يقول لك: لا، انا عايزك تبقي كده على اكمل سنجة، يعني زي على سنجة 10 وتخرجي للشارع، عايزك في ابهى الزينه، عايز الناس تحسدني عليكي. ده هيدمرك وهيضيع لك دينك وهيخليكي بعيده كل البعد عن الله. فلازما لازما نختار صح. واحدة في ليلة فرح، أنا عايز كل واحدة تسمع: يا جماعة اختاري صح، وقفي وقولي لوالدك بكل أدب وبكل حب: يا أبي، ده مش هينفعني. اتكلمي، ما تتكسفيش، لا تنكح البكر حتى تستأذن. لازم تستأذن بنتك، مفيش حاجة اسمها أصل معامل هو ده اللي هينفعك، اصل ده ابن عمك لازم تاخديه، اصل ده سر وسلوك العيله. لا، احنا عندنا دين بيحكمنا، عندنا منهج وشرع. صح. شوف الست دي عملت ايه. ليله فرحها دخلت زوجها، وضعت الطعام، قالت له: كان هذا الشاب او هذا الرجل او الزوج ما كانش عنده غير امه وحيده كبيره في السن ومفيش غيرها، ولا حد بيعولها، ولا ليه اخ ولا اخت. فبتقول له: ايه، احنا بقى هناخد كده جزء او طبق نقدمه لمين؟ لامك. قال لها: يا ست، بس خلينا احنا في اللي احنا فيه، سيبك من امي دلوقتي. يا حبيبي، يعني امك ده افضل، ده اهم حاجه. قال لها: بس تسيبك، بس تعالى ناكل كده ونقعد. وايه؟ قالت له: طلقني. قال لها: ايه؟ قالت له: طلقني، والان طلقني. يا بنتي ازاي؟ قالت له: والله ما هعيش معاك، لازم تطلقني. ده في ليله العرس. وبالفعل طلقها. مرت الايام، المرأة دي طبعا اتجوزت براجل ثاني، انجبت منه اولاد كثيرة ما شاء الله. كتير. ولما كبرت اولادها كده خارجين معاها النزهة او لمكان ما، وشايلينها او وضعينها على الناقة، طبعا ده في الزمن الجميل، واخد بالك، وكأنها أميرة، ما شاء كل الله. اولادها ماشيين حوالين منها زي حرس بيحرسوها، لان هي دي المرأة وأمهم كبيرة في السن، هم اللي بيخلينها إيه؟ ملكة. ملكة، وعندها أولاد كتير بقى ما شاء الله. وعزوة، وهي بتتفاخر، الكل بيحملها والكل بيتسابق في خدمتها. وهم ماشيين في طريقهم، وكانوا طريق زي صحراء، وجدوا كده رجل عجوز كبير في السن وباين عليه كده الفقر والحاجة. فقالت لهم: إيه؟
قدموا له الطعام، فقدموا له الطعام فنظرت يعني في وجهه لقيته مين؟ وجدته زوجها او طريقها القديم. فمن باب الاحسان قالت له انت طبعا مش هتذكرني، انا فلانه اللي كنت زوجتك. قال لها انت اللي انا طلقتك في اول يوم؟ قالت له بلى. قالت له بص اولادي عاملين ازاي، بيعاملوني كاميره. قال لها طب انا نفسي اعرف انت طلبت الطلاق ليه؟ قالت له انا عرفت ان انت غير بر بامك، عاق عاق، فانت اكيد ولادي لما يطلعوا ويتعلموا منك ابدا مش هيكونوا قدوه ولا هيلاقوا ليهم قدوه، فانا خفت على نفسي. وبالفعل انا ربنا كرمني بالاولاد بس كلهم في خدمتي وفي حوزتي. فهو كده مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، فقال علام تختالون؟ قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه، فيشب ناشئ الفتيان منا على ما قد عوده أبوه. فأنت لما تختار لنفسك زوج صح هو ده قدوة ولادك، صح. لما يلاقوا أبوهم كده بيصلي ويصوم ولسانه جميل ومؤدب وعنده من الأخلاق الجميلة والحميدة، يقينا هتربي أولاد على دين. لما الراجل هيكون بيتعامل مع زوجته بطريقة لطيفة بمعاملة الإسلام طبيعي ينشأ الولد على هذا، يعني إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولن تلين إذا قومتها الخشب. بعد ما يكبر تحاول يا ابني أبوك أمك، خلاص انت عودته على شيء. والإسلام يا فضيلة الشيخ جعل عقوق المرأة أو عقوق الأولاد للآباء كبيرة من الكبائر، بنصف رجل وبثلثه أو ربعه راضية بقسمتها، أربعة منهن يتقاسمن رجلا في حياتهن وعلى حقوقهن من لياليه يتناوبن، فكيف لهذا الوضع أن ينال رضاهن؟ خديجة لم تكن لها ضرة في حياتها، والزهراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم لم يتزوج علي عليها، فويل لمن لا يحس بعمق مشاعرها. المرأة على غرار قسمة الإسلام لها بالنصف مع الرجل. المرأة كيف رفع الإسلام مكانتها؟ الإسلام قلنا أنه أعلى شأن المرأة بفضل الله عز وجل، وبينا من رفع شأن المرأة أن الإسلام جعل لها صداق، كما قلنا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. الصداق صوره متعددة، احنا عندنا في الإسلام لابد أن يتوافر في العقد شروط صداق، شاهدي عدل، إجاب وقبول، ولي إلى غير ذلك. الإسلام علمنا أن في صداق، صداق صور مختلفة، قد يكون الصداق مالا يعطيها 100,000 أو 200,000 هذا مهرك، وقد يكون الصداق حديقة عينات، حديقة أو سيارة أو فيلا، كما حدث مع ثابت بن قيس أعطاها الحديقة في النهاية عند الخلع، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقبل حديقة وطلقها تطليقة. نعم. وقد يكون هذا كما يحدث عندنا في مصر العفش والذهب والقائمة والمهر إلى غير ذلك، وقد يكون مهر الزوجة القرآن عند الإفلاس معوش هي خالص على ما معك من القرآن علمها، وقد يكون المهر إسلام الزوج، وهذا حدث على في الصدر الأول في الإسلام. أم سليم رضي الله عنها لما مات زوجها جاءها أبو طلحة. أبو طلحة كان من سيد الأنصار وكان رجلا سريا غنيا، لكنه كان مشركا حينها، فقالت له مهري أن تسلم، أن تدخل الإسلام. فكان أعظم مهر شهده أصحاب النبي مهر أم سليم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقد يكون المهر أجرة كما حدث مع العبد الصالح شعيب مع موسى عليه السلام، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج إلى آخره. وقد يكون عتقا، جويرية بنت الحارث في النهاية كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أمنا السيدة جويرية لما أسرت في المعركة انتصر المسلمون على بني المصطلق، وفي النهاية كانت أسيرة من السبايا عند ثابت بن قيس، فكتبته أن يعتقها مقابل مبلغا ما، كتبته على ذلك، لكنها لم تستطع أن تؤدي إليه هذا المال، فما زالت عنده
ليست بحرة، فماذا تصنع؟ ذهبت إلى رسول الله، فدخلت على عائشة. هذه المرأة كانت جميلة، وكان ما من أحد يراها إلا تجذبه إليه، جميلة ودمها خفيف كما نقول، فأبت عائشة أن تدخلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في النهاية ما وجدت عائشة بد من إدخالها، لابد وأن تدخل على رسول الله، فأدخلتها. فلما دخلت وقصت على النبي ما حدث بينها وبين ثابت وكتبته وليس معها مال، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليها أن يتزوجها، فقبلت زواج النبي صلى الله عليه وسلم واعتقها النبي، وكان ما راى عتق النبي صلى الله عليه وسلم لها. أيضا غير العتق، الإسلام جعل للمرأة عدة، صيانة للأنساب وصيانة للمرأة ورفعة لشأن المرأة حتى لا تختلط الأنساب. جعل عدة المطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها، المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، المرأة المطلقة طلاق المعروف، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ليه 3 قروء؟ عالم يهودي يعني متبحر في علم الأجنة اسمه روبرت غيلهم، هذا العالم بحث في هذه الآية، ليه القرآن تاع المسلمين يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ليه 3 حيضات بالذات؟ فبحث فوجد أن للحيوان المنوي بصمة لا تشابه حيوان منوي آخر، كل حيوان منوي من رجل له بصمة لا تشابه بصمة الحيوان المنوي الآخر من رجل الثاني. فوجد أن الحيضة الأولى حينما تأتي المرأة تزيل من هذه البصمة وهذا الحيوان المنوي في رحم المرأة من 32% إلى 35%، وجد أن الحيضة الثانية تزيل من 67% إلى 72% من بصمة الرجل، والحيضة الثالثة تزيل إلى 99.9%، فتأتي الحيضة الثالثة فلا يكون هناك أثر للبصمة الأولى للرجل الأول حتى ينقى الرحم تماما من هذا الحيوان المنوي للرجل الأول، حتى تطهر تماما لاستقبال رجل جديد حتى لا تختلط الأنساب. لما وجد هذه الحقيقة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الإسلام رفع شأن المرأة وكرمها. كانت في الجاهلية الرجل يجمع بين المرأة وأختها، الزوج الواحدة وأختها، فحرم ربنا حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره، وفي النهاية وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، أي في الجاهلية فحرم الجمع بين الأخوات. حرم الإسلام رمي المرأة بالزنا دون بينة. في الجاهلية كان يرمي امرأتي زانية رأيت معها فلان، فحرم أن يرمي أحدا أي امرأة بدون بينة. قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء اسمع فاجلدوهم 80 جلدة. ما مش أي حد يقول فلانة وجدتها مع فلان أو مع امرأة مع زوجي إلى آخره، هذا لا يحل. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. مجرد يتكلم على واحدة بدون بينة 80 جلدة، ومش كده بس، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ومش كده بس، وأولئك هم الفاسقون. فلما قرأ هذه الآية سعد بن عبادة وكان سيد الأنصار غار وذهب النبي قال يا رسول الله أرى الرجل بأم عيني بين فخذي امرأتي وأذهب وألتمس البينة، إذا ذهبت وألتمس البينة انتهى قبل أن نعود، يعني خلص ويمشي قبل ما أرجع. في نفس الليلة جاء هلال بن أمية لرسول يقول يا رسول الله سمعت بأذني ورأيت بعيني رجلا مع زوجتي، فلما جاء فقال النبي البينة أو الحد في ظهرك. اسمع، الإسلام يرفع شأن المرأة، مش أي حد يتهمها بالزنا دون بينة حتى لو كانت مراته. قال البينة أو الحد في ظهرك، وفعلا جهز لهلال بن أمية أن يقام عليه الحد، فقال يا رسول الله والله إن ربي يعلم أني صادق. قبل أن ينتهي الأمر وأعد لجلده فعلا أنزل الله عز وجل الفرج من السماء، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ونزل اللعان براءة وإخراجا لهذا الموقف. كل صيانة للمرأة المسلمة. الإسلام حرم أنكحة باطلة في الجاهلية عشان بس تعرف المرأة الآن كيف كرمها الإسلام. كان نكاح الرهط، المرأة تأتي ب10 رهط من 3 إلى 10، تأتي ب5 ب7 والجميع يجامع المرأة. بعد أن تلد تنادي على 10 أو 7 تختار أفضل واحد تقول له أنت أبو هذا الولد، ولا يستطيع أن ينكر. نكاح الاستبضاع، رجل يكون هزيل وضعيف يأتي بفارس أو رجل شاعر فيقع على امرأتي ويظل معها حتى تكون حاملا، وفي النهاية يقول هذا ولدي وهو ديوس وليس بولدي. نكاح التحليل اللي هو
الديوث الأنكحة الباطلة، الأنكحة الباطلة كثيرة قبل الإسلام في الجاهلية، هنرجع لها تاني. يعني الإسلام كرم المرأة وجعل لها مكانة وجعلها مقدرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء، اتقوا الله أيها الرجال في نسائكم. اللي بيشتم زوجته، اللي بيرميها زي ما تفضل الشيخ بالزنا، اللي بيرميها بالفسق، اللي يعني بنشوف يا فضيلة الشيخ، بنشوف دلوقتي في بيوتنا مساوئ، بنشوف مشاكل كبيرة، بنشوف يعني عادات لا تليق بالمسلمين. المرأة بعد الإسلام كيف نعيد لها قدرها؟ طبعا الشيخ سيد ما شاء الله أفاض والله أنا نفسي كل البيوت وكل اللي بيشاهدنا دلوقتي لله ترفعوا الحلقات ديت. الكلام دوت في بيوت كتير محتاجاه، في ناس كتير مش فاهمة في أمور دينها، في بيوت كتير خالية وعندها يعني نقص في المجال الديني، فكله لله. الناس اللي بترفع أغاني وكليبات، لا الأفضل إن أنت ترفع فيديو وتشيره عشان كل يستفيد. في وصية شيخ أحمد مهمة جدا، أول واحد يحافظ على المرأة أو اللي هو الأساس الأب أو الأخ أو الابن، خصوصا الأب. أنا عايز كل والد يعلم بنته يعني إيه حق الزوج، يعني إيه حسن التبعل للزوج. ركز معايا قوي، عشان أكتر المشاكل وأغلب الطلاق اللي بيتم بيبقى بسببه إن المرأة ما عندهاش خبرة ولا تعاليم إسلامية، ما عندهاش واحد موجهها. لا دلوقتي لو كلمك، لو رفع بس كده حاجبه عليك سيب له البيت وتعاليلي، لو رفع صوته عليك اوعي تخليه تديله. وعندنا مشاكل، انا النهارده هتكلم على ارض الواقع عشان انا يعني لامس المشاكل وفي البيوت الزوجيه حاجات تتعب. الطلاق يا شيخ سيد على حاجه بسيطه جدا وبيتم الطلاق، مع ان في الاصل لو انت علمت بنتك صح، وانت يا ام كل ام علمت بنتك صح يعني ايه حق الزوج، والله يا بنتك هتعيش حياه كريمه. انت بعد ما اخترت لها او بعد ما اخترت لها زوج كويس، شاب يعني بيظهر عليه الصلاح والتقوى، شوف بقى ركز معايا في القصه دي وكل واحده تفهمها عشان تعرف تتعامل. واحده كان والدها متوفي مفيش غير امها، مين اللي علمها ورباها؟ والدتها. اتجوزت شاب كده عادي من الشباب العاديين، او شاب ايا كان اي رجل. بعد ما اتجوزت شيخ سيد عاشت حياه كئيبه، تعب شقاء عناء، حياتها اتلخبطت. راحت لوالدتها، يا امي انا تعبانه طهقانه زهقانه، بيضرب وبيشتم زي ما كنت بحل مشكله كده من قيمه كام يوم. وهي ده الاساس، البنت قاعده عماله تعيط، انا كنت في بيت والدي مرفهة، انا كنت بروح واجي في اي وقت، انا كنت بقعد على النت براحتي، انا كنت بسهر اكلم صحابي براحتي، دلوقتي بيقول لي بعد الساعه 12 ما تكلميش صحابك، دلوقتي ما تكلميش فلانه، وتكلمي لا اكلمي ديت ما تكلميش. قلت لها يا ماما ما انت فاكره ايه، حياه العزوبيه شيء وانت دلوقتي مسؤوله من رجل شيء تاني. ده كويس ان انا بقول لك ما تكلميش صحابك بعد الساعه 12، هو لو عايز يعني ده كده يعني مديك حريه كويس. يا ماما انت، قالت لي انا والدي كان مفيش، مدينه حريه مطلقه، ودي المصيبه فعلا. دي المصيبه. شوف بقى البنت لما قعدت مع والدتها، يا امي انا وصلت المرحله خلاص، انا مفيش غير قدامي حل واحد، ايه يا بنتي؟ انا هقتله. يا امي ساعديني يا بنتي، مش خلاص قالتلها تساعديني ولا لا، وانا اتصرف بطريقه انا خلاص مش طايقاه وبقول له طلقني مش راضي. قالت لها ماشي هساعدك. توصل لمرتبه القتل؟ ما في بعض النساء يعني الموضوع لما بيقفل بتبقى مش قادر يقعد يقول لها انا راح اتجوز تقول هقطعك. مش ده بيحصل؟ لا في نساء يعني الشيطان بيستحوذ عليهم بسهوله.
اللي هو ليه ربنا سبحانه جعل العصمه في ايد الرجل؟ لانه حكيم رذيل مش متسرع. لكن المراه ابسط حاجه اي كلمه طلعني طلعني. المهم الام قالت لها طب يا بنتي ماشي اللي انت عايزاه، انا عندي حل ليك. قالت لها ايه؟ قالت لها انا هديكي هجيب لك حاجه من عند تركيبه ماده كده تحطها له في الاكل كل يوم، دي هتموته على مدار ايه طويل على فترة. شهر او اكتر عشان ما حدش يحس. بس في شرط. قالت لها ايه؟ قالت لها قبل ما يموت لازم تتعاملي معاه باجمل واحلى اسلوب عشان لما يموت عشان ما حدش يشك فيكي. قالت لها تقدري؟ قالت لها اقدر يا ماما. قالت لها حلو قوي، ده اول بند. طيب انا عايزك او عايزاكي تتعاملي مع اهله، امه وابوه وعيلته واسرته بكل حب وبكل فناء. عايزاكي تتعاملي معاهم يعني اكنهم ابوك وامك عشان لما يموت بردك ايه ما يشكيش فيك. تقدري؟ قالت لها هقدر. قالت لها هو ده، انا عايزه في خلال الشهر ده لغايه ما يموت الموت البطيء تكون انت استعدت استعداد تام، ما يمسكش عليكي غلطه، تتعاملي باحلى كلام، بكل اجمل الكلمات. عايزاكي كده الناس حتى الخارجيين يقولوا ان دي اجمل زوجه اجمل زوج. قالت لها مستعد؟ قالت لها مستعد. قالت لها خد اهوت المسحوق، اديتها مسحوق زي الملح كده. قالت لها كل يوم ايه تحط له شويه في الطعام. البنت قعدت اسبوع اتنين ثلاثه اتعاملت اللي زي امها بتعمله، حب، بتقول له كلام جميل مش عارف ايه، بيتعامل مع امه واسرته بكل حب وبكل فناء وبكل عطاء. وصل بقى الحال بعد ثلاث اسابيع داخل على الشهر لقت نفسها حبت زوجها وهو حبها. الزوج اتحول 180 درجه، العداوه اتقلبت، الموضوع اتقلب. فجت لما الشهر قرب يخلص يا امي وتبكي، يا ماما شوفي الحل ايه يا بنتي، في ايه؟ مش عايزاه يموت يا ماما، انا مش عايزاه يموت. ايه اللي حصل ده؟ ده بقى جميل وبقى لسانه حلو وبقى يتكلم، ده احنا بقينا نحب بعض، انا ما اقدرش استغنى عنه، ازاي هيموت؟ لا شوفي لي حل. يا بنتي مش انت اللي قلتي؟ لا والله يا ماما خلاص، ده بقى حاجه انسان تاني. اعمل ايه يا ماما؟ قالت لها يا بنتي ما تخافيش، المسحوق اللي انا مديهولك ده حاجه عاديه جدا، ولا في اي شيء، ولا هو ماده مميته ولا شيء، بس انا حبيت اعرفك انت لو اتعاملت مع زوجك بلسان جميل بطريقه جميله، ها، مش هتلاقي منه الا كل الله جميل. خلي بالك يا شيخ احمد، الله مفتاح كل رجل في ايد الزوجه. صح، لو زوجك بذيء اللسان والله بايدك تكسبيه. واحده دخلت على زوجها اتاخر شويه بيتها وابوها عند والدها، فبيقول لها ازاي يا ست يا مش متعلقه او يا مش محترمه تتأخري عليا كده، انت ما تربتيش. بكل ابتسامة جميلة، يا حبيبي امال انا متجوزاك ليه؟ ما انا متجوزاك عشان انت تربيني ما شاء الله وانت تعلمني انت، انا متجوزاك ليه يا حبيبي؟ وابتسامة جميلة راح واخدها في حضنه، ويا معلش حقك عليا انا اسف. الله، هي دي المرأة يا شيخ سيد لو تعاملت مع زوجها بالاسلوب ده، لان هو ده ديننا، ده الاسلام. زوجك لو وحش اوعى تكوني وحشة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقابل السيئة بالسيئة ولا تقابل السيئة بالحسنة. انت ما ينفعش، المرأة دي حاجة انسان مخلوق جميل، ما ينفعش لا تشتم ولا تسب ولا تعلق. والله العظيم اقسم بالله انا كنت بحل مشكلة من كام يوم، بيقول لي بتمد ايدها عليا وبتضربني. تخيل، هو ده اللي احنا زوجة بتضرب زوجها، هو ده اللي احنا وصلنا. يا بنت ازاي تقول له ما هو اصله بيستفزني؟ ايوه يا ماما، بس توصل ان انت تمد ايدك على زوجك؟ ما دي ايه ده؟ ابوها ما علمهاش، ابوها ما ربهاش، امها ما عرفتهاش يعني ايه حق الزوج، او هي ما شافتش كمان في بيتها كده، في بيت والدها كده. فيا جماعه ديننا ما فيش اجمل منه ولا احلى منه. والله طول ما انت قريبه من دينك والله هتعيشي حياه هنيه. سوقتينا والله. خلي بالك الزوجه لو صالحه، لو زوجك ده يعني من افسد الخلق، انت بايدك تصلحيه. والله كلامك جميل وممتع ورائع، وعايزين نسمعك يعني ما نقطعكش ابدا خالص. يعني ربنا يبارك فيك ويزيدك من فضله يا رب. كمان فضيله الشيخ السيد، يعني عايزين نتكلم عن ايه هو المعيار اللي يختار فيه الزوج زوجته وتختار بيه الزوجه زوجها. المعيار الحقيقي في اختيار
الزوجة لزوجها والعكس هو معيار الصلاح. لابد وأن تنتقي رجل صالح ذا خلق. قال ربنا جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. كم من امرأة تزوجت رجلا فقيرا فأغناهم الله عز وجل، وكم من امرأة تزوجت رجلا غنيا والغنى لا ضير فيه ولا حرج، لكن غنيا غير مضبوط بشرع، مش ملتزم بشرع، يفسد حاله وحالها. وقدوتنا النبي، لمن زوج النبي فاطمة؟ زوجها لعلي. ولمن زوج النبي أم كلثوم ورقية؟ لعثمان بن عفان. وانظر إلى شعيب هذا العبد الصالح، لمن زوج ابنته؟ لنبي الله موسى هذا الفتى القوي الأمين. وتصور المشهد، المشاهدين يقبلهم معايا من هذه الصورة مهمة جدا. ربنا عز وجل يقول: ولما في شأن موسى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسخون ووجد من دونهم امرأتين تزودان، بيسقوا الغنم بتاعتهم وبيزودوا الغنم. قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. أنا عايز أشوف الأدب، عايز المرأة المسلمة والبنت تتعلم الأدب من بنتي شعيب، عدم التزاحم مع الرجال. لا نسقي حتى يصدر الرعاء. طب ليه طلعت من البيت؟ إيه العلة؟ وأبونا شيخ كبير. موسى عمل عليه السلام فسقى لهما. بعد ما سقى لهما، لو شباب النهارده، طب رقم التليفون، طب الموبايل، طب الصفحه بتاعتك ايه؟ لا، فسقى لهما ثم تولى الى الظل. هو سقى لهما لله لا لشيء، ثم تولى الى الظل. هو جاي من مصر هاربا من فرعون، يسير على الاقدام الى مدين اخر الدنيا، ومع ذلك قال: ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. تولى الى الظل وسال الله بعد الطاعه. على طول الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. شوف أدب المرأة، عشان المرأة النهاردة تتعلم البنت. والاستحياء شيخ سيد أعلى. الله يرضى عليك، أحلم أعلم الحياة. فجاءته فات وفي الترتيب، فجاءته بسرعة، ربنا بعتها بسرعة. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يبقى البنت ما قالش ده خلاص ده بقى أبويا بعت له بين حبايب وبتاع ورقم تليفونك، لا، جاءته على استحياء: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف. لما قص عليه قصص نجوت من القوم الظالمين. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. ليه؟ لما سمع من البنات من أمانة موسى وقوتي وشجاعتي وأدبي واحترامي. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. الاختيار الصحيح. وفي النهاية سيدنا موسى كان نبيا مرسلا. جليبيب رجل من أصحاب النبي محمد. جليبيب كان رجل فقير وليس بجميل. المرة النهاردة بتدور على واحد زمال زمال، عنده عقارات، عنده أموال، عنده أراضي، واخد بالك؟ لكن جليبيب رجل فقير، ليس وسيم، مش عينيه خضر وشعره أصفر. فالنبي قال لبعض الصحابة: أريد أن أتزوج ابنتك، أريد الزواج، تزوج من ابنتك. ففرح الرجل وظن أن الزوج هو رسول الله، ففرح فرحا شديدا ورحب برسول الله. قال: ولكن ليست لي، إنما لأخي جليبيب. قال جليبيب الرجل كش وزعل وتغير حاله جليبيب. فقال: انشور الأم بقى، بدم جليبيب انشور الأم، احنا من حساب النبي. فخط بعضه رحل الأم، قال: النبي يريد خطبة ابنتنا. قالت: نعم النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فقال: ولكن ليست لا، إنما لي. قالت جليبيب: انشور البنت. فسمعت البنت فقالت: أتردون أمر رسول الله؟ والله ادفعوه إلي، والله إن النبي لن يضيعنا، لن يضيعنا. الوقت دهمنا، يعني الوقت بيمر معاكم سريع جدا. يعني المرأة جاءت على استحياء تمشي وتكلمت باستحياء، فكانت جزاؤها أن تزوجت من نبي. ده في حاجة بس قبل ما نطلع من الحتة دي، اتفضل. الشيخ سيد بيقول لك إيه؟ قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. ايه مشكلتهم؟ هم مش عايزين يخلطوا الرجال. الله، هم على جنب. ركز معايا، كل بنت دلوقتي اللي بقى ماشيه مع بنات او بصبيان او بتكلم او مش هيجي لك واحد يعني يتقي. فانت لو انت اتعاملتي بالادب والاحترام والاخلاق، يقينا ربنا هيكرمك. وهو ده كان جزاء البنت من المرأتين. ها، ان هم اساسا في الاصل عندهم حياء. الله، احنا مش هينفع نخش وسط الرجال او الرعاء. حلقتنا خلصت سريعه جدا. ان شاء الله انتظرونا في اللقاء القادم يوم السبت في 9 صباحا على الصحه والجمال، في انتظاركم.
ونتمنى انكم تواصلوا معنا عن طريق التليفون او عن طريق الفيسبوك على صفحة الشيخ ايمن المصري او صفحة الشيخ السيد البرديني او صفحة الشيخ الازهري احمد جمال موسى في حفظ الله.